سيدتي الفاضل هو يعني دائما يعني كرئيس حكومة مثل العراق يعني من يزور الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا هناك سيروح سيذهب هناك وسيملى عليه الشروط، وهذه الشروط طبعا مبينة يعني واضحة. هو ما رايح على إنجازات، أنا لا أعتقد هو رايح يطلب من الأمريكان على تلبية الطلبات اللي هو يريدها، لا هو راح هناك، الأمريكان ما المطلوب منه عليه أن يلبيه. ولكن هنا الحديث، هل يستطيع السوداني أن يلبي ما يريده الأمريكان؟ بالتأكيد هناك معارضة موجودة، المعارضة لأن الكونغرس ولا البيت الأبيض، هناك المعارضة يعني يقول إحنا على شنو نلتقي أو نستقبل السوداني كرئيس حكومة عراقية وهو لا يستطيع أن يعمل شيئا مثلا مع الفصائل اللي هي اللي صاير لنا أكبر مشكلة في العراق، وهو اللي يأثر على التعاون الاستراتيجي العراقي الأمريكي. هناك إشكالات كلش معقدة وكلش كبيرة، أنا لا أعتقد السوداني في ذهابه إلى أمريكا يستطيع أن حل. نعم، وأنا أفضل أن السوداني لا يعطي وعدا، لأن تنفيذه جدا صعب بهذا الوضع اللي هو حاليا عليه، لأن وضعه لا يحسد عليه، وضعه جدا صعب. نعم يعني نعم.